اسمي سيف يوسف التركي، عمري 20، لاعب ترياثلون ومدرب جري. طول عمري كنت أعاني من الوزن الزايد، كان وزني 120 كيلو. دائما نفسي أكون محترف في أي نوع من الرياضات، لي كذا حب للرياضة. صار لي حادث حريقة درجة ثالثة في جسمي، ومن بعدها قلت ما دام عندي فرصة جديدة في الحياة خليني أغير من نفسي، وجربت كل أنواع الرياضات لين ما اكتشفت رياضة ترياثلون وشفت إن هي بتتحدى الواحد. رياضة ترياثلون هي لعبة ثلاثية تبدأ بالسباحة وبعدها الدراجة وتنهيها بالجري. الايرون مان 70.3 اللي أنا عملته هي كيلو 900 متر سباحة، 90 كيلو دراجة و21 كيلو جري. وطبعا ما كان عندي مدرب، ما كان عندي خبرة في الرياضة هذه، وكمان فوق كذا عرفت إنه ما في أي سعودي في العمر هذا عمل السباق، فجيت قلت خليني أبدأ الترند هذا حق الترياثلونز في المملكة. وعلى طول شاركت، وطبعا كل الناس كانوا بيقولوا علي مجنون وانت ما حتقدر وكذا، وبما انه كان عندي فترة 3 شهور اتجهز فيها فقط، ورحت على الله كذا واشتركت والحمد لله خلصت السباق وفي 7 ساعات. الجيرني كان صعب. متى عرفت انه انا اخذت القرار؟ مرة بدري اني اشارك في 70.3، فاخر 5 كيلو كان في واحد من ساوث افريكا بيجري جنبي، وبدأنا نتكلم مع بعض انا وهو، وجاء قال لي قد ايش فترة التجهيز اخذتك عشان تعمل السباق ذا؟ قلت له والله 3 شهور وهذا أول ترياثلون لي، وطل فيه كأني أكثر إنسان مجنون في العالم. وقال لي لا أنت بدأت العكس، المفروض الواحد يبدأ بسبرنت ويطلع الأولمبيك ويقعد 2 سنين في الأولمبيك وبعدين يفكر في الآيرون مان. من بعد ما قال لي كذا أنا قلت أني أنجزت شيء كبير وحستمر في اللونج ديستنس ريسينج، لأنه الحمد لله يعني كان مستواي مو بطال. مستقبليا أنا أشوف أنه الرياضة هي حتكبر أكثر في السعودية، والناس طبعا حيكونوا مشاركين أكثر، ودحين يعني منتخبات بتزيد في اللجنة الأولمبية السعودية. إن شاء الله يعني مستقبليا حيكون عندنا سايكلينج تراكس، رونينج تراكس، والسعودية حتكون يعني فنانة في التنظيم الرياضي يعني إن شاء الله.